مشاهدينا، وللوقوف أكثر على التطورات في غزة والعدوان الصهيوني المستمر والمجازر المتكررة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والمستشفيات في غزة، وسط إعلانه عن خسائره في عمليته العسكرية التي يمهد فيها لاجتياح بري لغزة بعد معارك ضد المقاومة. معنا من إسطنبول عبر سكايب الصحفي والإعلامي الفلسطيني الأستاذ سليم سليم، مرحبا بكم معنا. مرحبا بك، تسليمك على هذه العروض في. أهلا بكم، وسينضم إلينا المحلل والخبير العسكري الأستاذ طارق حاج بكري بعد قليل. أستاذ سليم، يعني منظمة الصحة العالمية توجه نداء عاجلا لضمان دخول الوقود إلى قطاع غزة، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تؤكد أن سيارات الإسعاف في قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة في تدهور مستمر، ولا أحد يستطيع إدخال قطرة وقود واحدة تشغل المستشفيات التي على وشك أن تتوقف، ولا حتى سيارة الإسعاف. نعم، هذا ما يؤكده نتنياهو بأنه لن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة في تعنت واضح وضرب لكل الدعوات الدولية لإدخال الوقود الضروري إلى قطاع غزة بعرض الحائط. هذا الوقود أصبح لا يقل أهمية عن الماء وعن الهواء وعن الدواء في قطاع غزة، لأنه يشغل المستشفيات، ليس فقط سيارات الإسعاف بل المستشفيات، لأنه لا يوجد كهرباء في قطاع غزة. عدم دخول الوقود إلى قطاع غزة يهدد المزيد من المستشفيات الفلسطينية في القطاع بالإغلاق، مما يعني إعدام الكثير من الجرحى والمرضى وحتى الأطفال الخدد. هذا أمر لابد من دخوله إلى قطاع غزة، وللأسف نشاهد هناك تعنتا صهيونيا في هذا الأمر. الآن قطاع غزة أصبح مفصولا شماله عن جنوبه، وقوات الاحتلال باتت تحاصر من هم في مدينة غزة ومن هم في شمال قطاع غزة، وتفصل هذا الجزء عن جنوب وادي غزة. هذا الأمر بالتأكيد له تداعيات كارثية على القطاع الصحي وعلى كل النواحي الإنسانية في قطاع غزة، وسيهدد بكارثة حقيقية. نحن نتحدث عن وضع إنساني بالغ في الصعوبة وبالغ في التعقيد في قطاع غزة، ولكن من المفترض أن يزداد هذا الأمر، وبالتالي يزداد عدد الضحايا، يزداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة. طيب أيضا، يعني ماذا يعني استهداف جيش الاحتلال الصهيوني حافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تقل مصابين متوجهين إلى مصر وتقصف، رغم وجود علم يحمل يعني علم يعود للأمم المتحدة؟ هذا يدل على تمادي الاحتلال وجرائمه، وبأنه يعني لا يعمل حسابا لا للأمم المتحدة ولا لأي منظمة دولية. هو يقصف، حتى اليوم ارتكب مجازر في شمال قطاع غزة وفي مخيم الشاطئ إلى الغرب من مدينة غزة، قصف مدرستين تابعتين للأونروا، وسقط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة طارخة تنتهك كل المواثيق الدولية، وتنتهك يعني حتى مدارس في الأمم المتحدة، وأغلب من فيها هم من اللاجئين الفلسطينيين، وهم من المدنيين، وهم من النساء والأطفال. قوات الاحتلال للأسف لا تراعي أي منظمة دولية ولا تأبه لأي دعوات دولية لوقف هذا العدوان، وهي تستمر في جرائمها في حرب الإبادة. اليوم أطلقت قوات الاحتلال قنابل الفوسفور المحرمة دوليا على أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا حصل في مخيم الشاطئ على مدرسة تابعة للأونروا، وقبل ذلك في حرب 2008 أيضا استخدمته على مدرسة الفخورة، نتذكر ذلك جيدا، عندما قصفت المدنيين الذين لجأوا إلى مدرسة تابعة للأونروا بقنابل الفوسفور المحرمة دوليا. وهذه القنابل ليس لها أثر فقط آني بل أيضا في المستقبل، يعني يكون هناك تداعيات خطيرة لهذه القنابل المحرمة دوليا.
أيضا الأمم المتحدة تتحرك أو تتحدث عن تحرك إنساني، ولكن أين هذا التحرك في ظل سيطرة الاحتلال على معبر رفح وتقنينه لدخول المساعدات ومنعه دخول الوقود سيد سليم؟ للأسف يعني منذ اللحظات الأولى شاهدنا الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية، يطالب بهدنة إنسانية، ولكن إسرائيل لا تستجيب. ما الذي يجبر إسرائيل على الاستجابة هو الضغط عليها من بخطوات يعني تكون مؤثرة، مثل مثلا في العالم العربي سحب السفراء، قطع الوقود، قطع النصف عنهم. هذا الأمر حتى طالب به يعني رئيس لجنة الأطباء الدنماركيين، ونستغرب يعني رجل أوروبي يطالب بهذه الخطوات والعرب صامتون لا يفعلون أي شيء، لا يتحركون، فقط الشجب والإدانة والاستنكار. هذا الأمر ما تريده إسرائيل، لا يقدمون أكثر من الإدانة والشجب والاستنكار. بماذا يمكن أن يؤثر هذا الأمر على إسرائيل؟ لا، يجب أن يكون هناك خطوات جادة لإجبار إسرائيل على الهدنة، على وقف إطلاق النار، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على وقف استهداف المدنيين. نعم، طيب انضم إلينا المحلل والخبير العسكري الأستاذ طارق حاج بكري، مرحبا بكم معنا. تحياتي لكم والرحمة للشهداء. حياكم الله. نبدأ من تصريح نتنياهو وتأكيده على وجود خسائر في صفوف قواته، لكنه يشير على تصميمه لتحقيق أهداف الحرب. إلى أي مدى تبدو تصريحات نتنياهو واقعية بعد اليوم 27 من المعارك؟ نتنياهو كما هو معروف هو مجرم حرب وصهيوني متطرف، هو يريد تحقيق دولة إسرائيل وفق النبوءات الإسرائيلية. تصريحاته كانت للتخفيف من وطأة العملية التي تم تنفيذها على القوات الصهيونية المتواجدة في فلسطين العربية المحتلة. وأراد التخفيف، اعترف بالخسائر، ولكنه لم يعطي حجم هذه الخسائر، وهذه الخسائر كانت كبيرة ومؤثرة في المجتمع الإسرائيلي الهش، وضرب قاسم للكيان الصهيوني وتهديد حقيقي لوجود الكيان الصهيوني، وهذا إنذار بأن هذا الكيان ليس له جذور على هذه الأرض، وأن هذه الأرض هي أرض عربية فلسطينية، وأنه لا يمكن لهذا العدو الصهيوني مهما طال أمده على هذه الأرض أن يتجذر في هذه الأرض، وأنه راحل لا محالة، وأن المقاومة مستمرة. فهو أراد بهذا التصريح أن يقول لقد حصلت خسائر، ولكنه قلل من حجم هذه الخسائر، ولكن هذه الخسائر كانت مؤثرة في عمق المجتمع الإسرائيلي. وبنفس الوقت هو أراد أن يقول بأننا سوف نعوض عن هذه الخسائر، وسوف نسعى بهذه الخسائر باستمرارنا بعمليات عسكرية قتالية مؤثرة في عمق غزة، وستكون هذه العمليات نوعية قد تقلب الموازين. ولكنه على ما أعتقد هو واهم، لأن المقاومة الفلسطينية لا تنبع من أشخاص، وإنها تنبع من وجود وإيمان عميق بأن هذه الأرض هي أرض عربية فلسطينية. نعم. وأن من هذه الأرض العربية الفلسطينية هم أبناء. طيب. ويدافعون عن هذه الأرض حتى آخر قطرة دم، وإنما وبالتالي تصفية هذه القضية مستحيل، وهذه القضية مستمرة. طيب أيضا أستاذ طارق، يعني ما أعلان الاحتلال عن فاتورة مؤلمة للهجوم البري والتوغلات المحدودة، المقاومة تتحدث عن استهداف قوة الاحتلال راجلة كانت تتحصن داخل مبنى في شمال بيت حانون، فضلا عن استهداف مدرعات النمر بصواريخ ياسين. وإلى أي مدى هنا نجحت المقاومة باستراتيجيتها عبر نوعية الأسلحة التي تستخدمها، وهي من المفترض أنه لا تخترق ترسانة الاحتلال وآليات الاحتلال التي من المفترض أن تحتاج إلى أسلحة أقوى؟ الشعب العربي الفلسطيني المتواجد على أرضه يعرف ماذا يفعل، وهذه أرضه، وهو قادر على التحكم في تضاريس هذه الأرض ومعالم هذه الأرض، وهو الأقدر على معرفة كيفية استخدام هذه الأرض مقاومة العدو ومقاومة الاحتلال، وهو يملك ما فوق الأرض وما تحت الأرض. ونحن نعلم تمام العلم بأن المقاومة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني يتجهزون من زمن للدفاع عن أنفسهم، وهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم حتى آخر قطرة دم، وهم قد طوروا أنفسهم خلال الفترة الماضية سواء كانت تسليحيا أو تدريبيا، وعلى الصعيد البشري وعلى صعيد العتاد أصبحوا يمتلكون نوع من الأسلحة تتلائم مع طبيعتهم ومع آلهتهم
ومع طبيعة الأرض ومع طبيعة العمليات العسكرية التي قد خططوا لها تخطيطا كاملا، وهم يعلمون ما يفعلون وقادرون على استخدام هذه الأرض، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكبدوا العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة، ومن الطبيعي أن يكونوا قد حسبوا حسابا لهذه اللحظات، وأنما من قام في هذه العملية على الأرض الفلسطينية كان يعلم ما سوف يتم خلفها، وهو جاهز للدفاع عن نفسه، مع أنه قد تم خذلانه من قبل إيران وحزب الله الذين ورطوه في هذه العملية ولم يستجيبوا، وبالتالي فهو من الطبيعي أن يكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة، وهذه الخسائر سوف تكون أكبر خلال الأيام القادمة، ونأمل من الله أن تعطي نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد القضية. سنأتي عند هذه النقطة أستاذ طارق. أستاذ سليم، أهالي عدد من المحتجزين الصهاينة بغزة يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح أسراهم، لماذا لا يتجاوب الاحتلال مع رغبة المقاومة بالإفراج عن الأسرى الذين لديه؟ أود أن أوضح لك أخي بأن نتنياهو منذ 7 أكتوبر هو مأزوم ويتصرف بعنجهية وقد فقد الصواب، هو لا يتعامل كرجل دولة، يتعامل كمجرم حرب، وهذه التصرفات تدل عليه بأنه رجل مافيا، قاتل للأطفال، قاتل للنساء. بالنسبة له عملية 7 أكتوبر أخرجته عن صوابه، لماذا؟ لأن هذه العملية أفشلته سياسيا منذ اللحظة الأولى، لذلك نتنياهو فشل سياسيا وحتى أمنيا، ولغاية الآن هو لا يعترف بهذا الفشل. عندما يتظاهر أهالي الأسرى في تل أبيب لمطالبته بصفقة تبادل، هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وطبعا هذا سيكون انتصار كبير للمقاومة الفلسطينية وفشل سياسي كبير ومدوي لنتنياهو. وأيضا هذه أيضا الصفقة يعني ستكون إنجاز كبير للشعب الفلسطيني. نتنياهو يحارب في قطاع غزة ليس من أجل إسرائيل، وإنما من أجل مصلحته الشخصية لكي يبقى على الكرسي، هو يهرب إلى الأمام ويقوم بارتكاب مجازر، لا يستطيع أن يحقق أي إنجاز على أرض الواقع، لا بالقضاء على حركة حماس ولا بالإفراج عن المحتجزين الذين تأسرهم حركة قطاع غزة. وأيضا عدم اهتمام وعدم إلى نتنياهو أي اهتمام بالأسرى المستوطنين الذين لدى المقاومة، ألا يجعل الرأي العام داخل الأراضي المحتلة تنقلب على نتنياهو أكثر مما هي مقلوبة عليه الآن؟ نعم، يعني هناك غضب بالنسبة لأهالي الأسرى، هناك غضب واضح ضد نتنياهو، وحتى استطلاعات الرأي باتت يعني توضح هذا الأمر في الصحافة الإسرائيلية بأن نتنياهو شعبيته تراجعت وبأنه فشل سياسيا. هناك الكثير من المطالبات تطالب نتنياهو بالاستقالة، يعني حتى في ظل الحرب نعرف بأن الكيان في الغالب يكون موحد، يؤجل مشاكل إلى ما بعد الحرب، ولكن استمعنا لهذه الدعوات داخل هذه الحرب. أيضا حتى الإدارة الأمريكية هناك من يتحدث يعني عن معلومات وهي ليست مؤكدة، بأن بايدن حتى قال لنتنياهو يعني أيامك باتت معدودة سياسيا، فقط عليك يعني أن تضع الخطة المستقبلية لمن سيكون خلفك في رئاسة الوزراء. لذلك يعني وكما أكد أيضا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام بأن نتنياهو قد فشل سياسيا وسيجثو هو ودولته على ركبتيه نتيجة لبسالة المقاومة الفلسطينية، ولن يفرج عن المحتجزين إلا بشروط المقاومة وبشروط الشعب الفلسطيني، وهي الإفراج عن كل الأسرى. وهي لغاية الآن هي من تحرك خيوط العملية. نعم. طيب أستاذ طارق، أيضا ماذا يعني التطور في الجبهة الجنوبية للبنان بإعلان كتائب القسام في لبنان قصف مستوطنة كريات شمونة ب12 صاروخا؟ ما دلالة استباقها لخطاب حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله؟ أنا لا أثق في جبهة لبنان، لأن هذه جبهة تحت سيطرة حزب الله أو حزب الشيطان.
وهذا عدو للأمة العربية وعدو للإسلام وعدو لفلسطين وعدو لكل حركات التحرر في هذه المنطقة، نعم وهو بالفعل صديق حقيقي لإسرائيل وهو صناعة إسرائيلية، وهذا هو العدو المصطنع الذي تم تصنيعه من قبل دوائر المخابرات، سواء وهذا العدو ممتد من بيروت من ضاحية الجنوبية في بيروت وصولا إلى طهران. أنا لا أعول على أي أمر في لبنان، وإنما هذه عبارة عن تحركات صغيرة صغيرة فقط إعلامية لإعطاء صيغة أو صورة بأن المقاومة المزعومة في لبنان، حزب الله المجرم الذي يدعي المقاومة الموجود في لبنان، لإعطاء صيغة بأنه يقف مع حركة المقاومة في فلسطين، وأنه يقف مع الشعب الفلسطيني، وأنه يتحالف معه حماس. وحماس بغض النظر عن كل الآراء، فأنا أقول للشعب الفلسطيني وأن أقول لحماس أن حماس قسما منها قد انجر خلف التيار الإيراني، الشعب الفلسطيني هو قضيته قضية محققة، ولكن لن تنصره إيران ولا ينصره حزب الشيطان. وهذه الحركات هي عبارة لزر للرماد في نعم، العيون، ونحن إذا رأيناها هي أستاذ طارق، لن يتجرأ حزب الله على الدخول بمعركة مفتوحة مع الاحتلال بعد الانتقادات التي وجهت له ولإيران بالتخلي عن غزة والتخلي عن مشروع المقاومة. إيران وحزب الله لا يقومون بأي عمل لا توافق عليه إسرائيل وأمريكا. إذا قالوا له ادخل فسوف يدخل، وإذا قالوا له قف فسوف يقف، فدخوله محسوب وخروجه محسوب وتوقفه محسوب. كل شيء، إذا رأت إسرائيل أن هناك مصلحة بأن يدخل حزب الله الحرب إلى جانب غزة لكي يبدو أنه مقاوما وأنه يدافع عن شعب فلسطين، لاستغلال هذا الأمر سياسيا من قبل إسرائيل ومن قبل إيران، نعم، فسوف قالوا. وإن لم يكن هناك مصلحة لإسرائيل أو لإيران في هذه القضية فلا يتم إدخاله وسوف يتم إيقافه. حزب الله عبارة عن أداة أو حركة حجر شطرنج يتم تحريكها نعم حسب المصالح الإسرائيلية والإيرانية المرتبطة ببعضها. طيب أستاذ سليم، أخيرا يعني ماذا تبقى في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة من مشروع التطبيع الذي كان يحاول الاحتلال فرضه على منطقتنا العربية بمقابل الرفض الشعبي المستمر لهذا التطبيع؟ مشروع التطبيع فشل بامتياز، وهذا ما نراه اليوم. حتى الدول العربية تسارع إلى طرد السفراء وعودة السفير الإسرائيلي إلى بلاده، خجلا من الشعوب العربية وخجلا مما يجري في غزة. لذلك هذه المشاريع هي مشاريع فاشلة، وهم يقولون بأن التطبيع هو لمصلحة الشعب الفلسطيني. وهناك من يقول بأن هذا التطبيع في الخليج سوف يأتي للفلسطينيين بدولة على حدود 67. طيب يا أخي، إذا أنت مش قادر انه انت توقف العدوان وتدخل المساعدات، قطرة ماء الى غزة لم تستطيع ان تدخلها الا نعم بامر من امريكا وبامر من اسرائيل، وجاي تقول لي انه التطبيع راح يجيب للفلسطينيين دولة. يا نعم اخي والله استحي على نفسك، لا تضحك على نفسك بهذا التطبيع. التطبيع هو دمار للشعوب، اسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من هذا التطبيع، الشعوب العربية لا نعم يمكن أن تستفيد من هذا التطبيع. أتمنى أن يصحوا العرب على أنفسهم بأنهم نعم سيصبحون هي داعمين لا تستفيد لإسرائيل. فقط بل هي لن توافق على هذا التطبيع. نشكركم، نشكر ضيفينا من اسطنبول الصحفي والإعلامي الفلسطيني الأستاذ سليم سليم، شكرا جزيلا لك، ونشكر أيضا المحلل والخبير العسكري الأستاذ طارق حاج بكري، شكرا جزيلا على وجودكما معنا.